إلى ذلك أعلن تنظيم أنصار الشريعة اليوم تبنيه لسلسلة هجمات استهدفت مقر أمنية وعسكرية بمحافظة شبوة. وقال التنظيم في حساب له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الهجمات استهدفت مراكز شرطة جول الريدة في منطقة ميفعة بعملية انتحارية نفذها عبد الباسط السامعي المكنى بأبي عبيدة السعواني. وأضاف التنظيم أنه بالتزامن مع العملية تم تنفيذ مهاجمة ثكنة عسكرية في منطقة الخرمة القريبة من مدينة عزان بميفعة، كما تم استهداف نقطة عسكرية للجيش كانت تتمركز عند مدخل مدينة عزان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش.